مشاهدي متشبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر من قلب سوق الدواجن بالجملة. اليوم الحد، مدينة الدار البيضاء. الدجاج كنعرفوا بأن الدجاج أنواع، كاين الرومي، كاين الكروازي، كاين البيبي، كاين البلدي، شي طاح وشي طلع في الثمن. دائما مع السي جرمومي اللي غادي يعطينا الأثمنة، غادي يقول لنا شنو اللي طاح وشنو اللي طلع وشنو هو السبب. السلام عليكم السي جرمومي. السلام عليكم، كيفاش بخير؟ لاباس بخير. تفضل، حاول ترفع صوتك السي جرمومي شويه. نسلموا على خواتنا المغاربة. تفضل. ارضوا هذا الخير لبعضنا المسلمين ديالو بصح. تفضل. خلينا دوك اللي باغيين يضرونا ويضروا بلادنا. ما كاينش اللي يضرنا الحمد لله. المهم حنا عارفين عندنا ما عندكم ما نعرفوش. لا يضرنا يضرنا باذن الله، والله ما يبغيناش المضر. هادشي اللي قال اخويا مثلا حنا تنسلموا على خوتنا المسلمين. تفضل. خويا بالنسبه للاثمنه ديالي مدروا مني 350 ريال. 350 ريال؟ 350 ريال. ولكن الناس تيتشكاو، الناس المواطنين تيتشكاو تيقول لك ودي الاثمنه تنشوف الناس السريه هنا تيقول لك ودي الناس اثمنه مع هذا السوق طاح وتيهبط. ولكن مول الحوايج كاين واحد ما كانش شادين الثمن في بلاصته. باقي شادين الثمن القديم. الاول داك الثمن الاول حيت كنا جاب الله جاب كريم الله وما غير عمر داك الثمن الاول حيت ولفوا يتنصروا على بنادم. حيت ولفوا يتنصروا على البشر. على هاد الناس هادو ولفوا. يعني هادو اللي شادين هاد الاثمنه بشحال كيبيعوا الناس؟ الثمن كان 460 كان 23 درهم ولا كان في الشمار. وهما بشحال خصهم يبيعوا؟ خصهم يبيعوا 20 درهم 390 ريال. مالو شحال باغي يبيع الدجاج؟ راه انا بالنسبه انا كاين ازمه دابا بالنسبه للثمن. انا باش نقول زعما راه كاين زعما كان موجود كثير. راه على قد السوق. ما تقلقش ما هبطش باش نقول لك. واخا سي جرمومي دابا انت ماشي بائع ديال الدجاج بالجمله، انت مواطن مغربي مشيتي انت ولا الاخ ديالك ولا الاخت ديالك ولا اي واحد من العائله ديالك وقفتي عند مول الدجاج قلتي له خويا عبر لي واحد الطير شحال الكيلو؟ قال لك 300، قال لك 460. شنو هديك؟ شنو ما ناخذوش عبد الخالق ونزيدوش نضيعش معاه. ولكن الا كان هو الا كان ندير منه ناقص الغدا ماني زربان ماشي مشكل عندي. إذا خصو يبيع 390 ولا 400 ولا بلاش؟ 390 ولا يمشي بحال هكا، ولا شنبقى أنا نتناقش معاه، ونبقى نفرض باش يبيع ليا. ولكن السلطات المحلية بحال القيد. لا عندهم عنده الحق يدخل في هادشي. هذه راه تجارة حرة، باش تفهم مزيان ماشي غير هي. أي الحوايج بحال شحال تدخل الأثمنة. أه. باش حنا نصون حنا نشوف حد عليهم. أه. الأثمنة حرة، تبيع باش بغيت. ولكن حنا كنوصلوا لهاد الناس حنا دابا راه بحال اللي كنقولوا. والمتضرر هو المواطن. هو المواطن اللي تيخلص الضريبة. باش نكون واضح نعرفوا السين نقولوا ليه حنا بالنسبه للاثمنه تنقولوها ولكن حنا واش غادي نهدوا منها واش غادي خاص تدور الحكومه اللي خاصها تنظموا وخاصها السلطه اللي تنظم شكون المراقبه بطبيعه الاثمنه خاصها تكون ماشي كل اللي يبيع باش بغا بالنسبه للاثمنه اللي خاصها تكون هو خاصها 390 بالنسبه للكساب الا شي حنا غادي نوركوا عليه راه يخسر ماشي كل كيربح بالنسبه للاثمنه راه ما تيربحش باش نكون واضحين حيت حنا حريفيه عارفين السوق شحال تيطلب ولكن راه ما يمكنش السي جرمومي هذاك الساب غيبقى خدام ديما وما كيبيعش. لا تيخسر ولكن غارق ليه الشقه فاش باغي يدير. راه يدير الدجاج بسم الله ويعمرو، راه ماشي خاطرو، تتسالو فلوس الناس، راه ماشي هو خاطرو، راه عنده فلوس الناس، عنده فلوس مدرسه، عنده فلوس وليدات، عنده طوموبيل، عنده مشاكل ديالو كارين فيرما، راه ما يقدرش يقول. إذا كيربح. واش يتربح؟ راه تيتمنى يقول لك واحد النهار غتجي نقدر ما يكونوش الدجاج ونقدر نبيع شويه بالثمن، اما باش يقول لك تيربح شي واحد داك الشيء غادي على قد الحال ما كاينش ربح. عند الناس يعرفوا وانت تستمر تفهموا واش نقول لهم راه عرفوا لي كذاب راه غيجاوبوني في البلاصه راه ما نمشي تتصنتوا الفيديو ما تيعرفوش راه المغرب كله تيعرف الفيديو كله واخا نعاودوا نذكروا الناس بالثمن ديال الرومي اليوم 350 رومي هنا شحال ياخذوا الناس من عند مول الدجاج 390 باش ياخذوا الدجاج الرومي الكروازي الدجاج الحمر دايره 160 ريال اليوم 160 ريال هنا 8 دراهم نص نص 8 دراهم شحال ياخذوها الناس شحال ياخذوها الناس نص نص غياخذوها ب 11 درهم الكيلو والمكسيه غياخذوها ب 13 درهم 13 درهم وحتى حنا تنطلبوا من هاد الحوانتيه والناس اللي خدامين حتى هما يراعوا الناس وما نبقاوش نوركوا عليهم 13 درهم الكيلو خاصهم حتى هما يراعوا الناس اللي تيبيعوا بزاف وتيبيعوا الطوناج بزاف يراعوا ديك الدراوش اللي عندهم في الاحياء واخا يكون لاباس خاص حنا نمشوا الامور كما هي مش انا عاد نشوف على عاد الطوموبيل باغي نحيد داري ولكن عاد باري الطوموبيل تتبان تدخل عليك بالزنقه ولا ما داير حتى ريال كنعرف الناس اللي خلصوا 500 مليون في الشهر في الطوموبيله الطوموبيل تبان تدخل على 140 مليون 150 200 مليون صعب وانت اغنى واحد ومسكين افقر واحد ما عارف الحلال حرام ما عارف دلالك ريبه ولا غادي صيق وصاد ما عندوش مشكل في في الريبه ولا في الحلال ولا شنو حنا ما نهضروش عليه ولكن حنا تنقولوا الاثمنه ديال السوق غير باش يفهموا دوك الناس هذوك مول الحوان ديال الدجاج ما تيشوفش واحد زعما مسكين فينا جاي عنده تيصعبوا راه لاباس عليه
الناس راه غادي قد الحال الناس غادي تتصادح من الوقت حتى حنا خاصنا نراعيو حنا باش نديرو حنا حنا من دوشي انا خاصو يمشي ما نبقاش بلوكي الناس مالي الفيرمات نبقاو نضرو فيهم حتى دابا بالنسبه للبارح الدجاج بيربي 16 ونص طلع 11 25 باش خدو الكاميو 11 درهم راه خاصنا ندير واحد الثمن موازي باش انه الدجاج يخرج من الفيرمه وندير حتى واحد الخدمه ديالي باش نبلع واحد 600 درهم 700 درهم في النهار ثاني نبيعها ونعاود نبدل غدا سلعه جديده والامور تمشي باش حتى واحد ما يتضر فينا لا مول الفيرمه لا مول الحانوت لا وكال والامور غاليه وتعود الحركه على الجميع بطبيعه الحال حيت انا انه الاقتصاد الواحد عدد انه دابا اللي درنا بلوك الدجاج انا بالنسبه للحوت راه خاصك الا بغيت تاكل تغدى بحوت خاصك 10000 ريال 500 درهم 600 درهم لا بغينا نهضروا في الحوت خليني من السر ديال ولاد هادي ماشي غير السر ديال ولكن انا بالنسبه للاثمنه اللي باغي الحوت اما لو سترو في السكر ديال السر ديال باش يمشوا الامور ماشي غير تنقول زعما راه ياكل داكشي اللي عجبهم حنا تنقولوا داكشي اللي كاين اما بالنسبه لارخص السلعه هي الدجاج الرومي راه ولا غلا ما الدجاج ارخص السلعه دابا هي الدجاج الرومي دابا حاليا الناس الحسيني اللي كنعيشوا فيها راه الرومي هو اللي مش الامور من الوليدات ومع عندهم الوليدات ولي لاباس الله يسخر لي ولكن بالنسبه للاثمنه غنوصلوا لهم كل نهار باش هذوك الناس تنطلبوا من الحوانت جامع المغرب كله ماشي غنقول لك في الدار فين كاين راه المغرب كله راه خاص نراعيو الناس راه خاص الناس ما يضروش راه خاص الناس تقعد باش تقسم ما يضرش 380 حتى الا ما دريتوش تنقول للمول الحوانتي وتنقول حتى المواطن راه الا بقات الامور غادي والدجاج تيخرج راه حتى الناس واخا يكثر المنتوج غادي يدير دور السوق وغتبقى الامور غادي وتتسمى وغيبقى الرواج وغيبقى الدوره وغادي تكثر الدجاج وغيكثر القصيبه والحمد لله الامور ديالنا تبقى غادي مقاده واخا بيبي بيبي البيضاء بيبي 440 موجود 440 440 داكشي اللي بغيت طاح شويه في الثمن 440 في الفيرم البارح 430 420 و400 هنا بشحال ياخذوا الناس؟ انا غياخذوا 450 460 شوف شنو ياخذوا البلدي والدجاج البلدي كاين 55 درهم 56 57 11% كاين شوف شحال ياخذوا الناس من عند مول الحانوت؟ مول الحانوت ياخذوا ب 65 درهم 10 درهم كاع زايده ماشي بزاف 11% راه حنا ما تيبقاش غير بزاف راه تيجي واحد في واحد مش هو دابا البيع تتبيعوا كل نهار ولا هذا ولا فهمتيني واخا مارادونا مارادونا اليوم خويا دابا 15 درهم ونص 16 درهم هنا حد واحد الشفاره تيطيحوا في السوق باش يهزوا من الفيرمات ولكن حنا خاصنا نقولوا لهم هذاك الاثمنه اللي سردوا 14 درهم البارح في الميساج ديال اللي تيتنصبوا على عباد الله انا ما تجرت 16 درهم باش تبعت السوق 15 درهم وتا الناس اللي بيع لي ماهم موجودين وراه ما بيعش غير في الدار البيضاء بيع في المغرب كله ولا تنبيع في الدار البيضاء هنا راه تنبيع في المغرب كله اي واحد بالدجاج توصل عنده وانت الناس تعرفوا لك ان البيع كلهم اما الناس اللي تيديروا دابا هنا في السوق راه جايبين مع ثلاثه صفحات ديال الدجاج 280 دجاجه انه كيف ما يديروا الدجاجه طبعا حنا ب 15 و 16 درهم مش معنا الدجاج ولكن بالنسبه انه الدجاجه عادي تيديروا تيتربصوا دوك مالي الفيرما تسجلوا من الناس راه كيقول لك واقيلا انت اللي كتغلي الاثمنه انا كنقول لك لا ما تغليش الاثمنه وانا ما تغليش الاثمنه لا ما تغليش حنا عندنا واحد الحاجه تيتهضر اجي 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 الحاج اجي 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 عندي تفضلي تفضلي واش هذا السيد كيغلي الاثمنه لا باش ما كانش السوق كيتسرع تفضلي باش ما كانش انت بعدا باش نقدموك الناس انت بائع هذه الدجاج بالتقسيط يعني مولات الحانوت هاد الصباح الدجاج اللي خديتيه هنا ب 350 شحال تبيعي للناس؟ نبيعو ب 380 390 ياك؟ والاثمنه اللي قالها السيد معقول؟ كاينه والكروازي الكروازي ما مقادش كاين الماكسي 220 230 حتى 40 مليحه والكروازي اللي نص نص راه كاينه 160 هادشي باش كاينه كاينه مي فاطمه الناس اللي باقيين شادين في الاثمنه القديمه ملي كان الدجاج طالع شنو تقولي لهم؟ قلت الله يهديهم يرفقوا شويه بالناس باش على الحركه تمشى وبنادم كل شيء يبيع وكل شيء يخدم لان بنادم كيتخلع ملي كيسمع الدجاج الدجاج كيقولوا حدايا 440 450 راه قاس على المواطن واش بنادم كيتحط لي طار في الميزان كتقول لي 1200 1300 راه قاسوا على الانسان دابا انت اليوم شحال تبيعي الكيلو؟ انا 380 390 شكرا تفضل السي جمال شوف ما تقلقش عليا انا كنقول اللي كاين داكشي اللي كيطلع ليا في التعاليق كنقولوا باش الناس كيقولوا صاحبو انا راه ما صاحب حد صاحب حد انا والله ما نزق لك وكنت حاجه ماشي ثاني والله ما تشوفني هاك باش تضرب لي ضر والله ما نضرها تفضل شفت شهادة الزور والله ما نشدها والله واخا تحكم بالاعدام ماشي الزور لاباس عليك الزور ما نحكمش فيه وما نحكمش الزور حنت من اللي حل شهاده شهاده الزور فكان قاتل بقلبه راه عرف القلب ديالنا انه والله ما يهضروش يوم القيامه الدنيا راه فاني على جيب الرتول راه غادي للمقبره ما غاديش للذبح
ملي كتوصل ربعين عام وتمشي راجع اللور سافر انا ريت تمشى خلعتيني اخويا كيفاش هاد الكلمة تجيبي للروتو ما دايرها جايبين روتو دابا حنا ما باقاش غادي نزيدو لقدام حنا غادي نتسناو وغادي نطحن النوبة ديالنا باش نكون هذا الموج يضرب هاد الباكطاج ديالو ويقفل حتى يجي يهز الدراري يمشي باش يدير في البال ديالو يسمعوا بصح غادي يطمع ما طامعين شحال عارفين غنموتوا عاود ذكر الناس بالاثمنة خويا 350 الرامي 350 اللي غياخذوا ب 390 400 والله ما نسمح شي مغربي لا زاد مشريه زيد انه وليت على خوته وتيظلم ديك الدراويش مساكن وهو ميسور وتيطحن ديك الدراويش والله ما نسمحوا لي امام الله المغاربه ما يسمحوش لي كلهم ديك الدراويش الكروازي بالنسبه للكروازي الاثمنة اللي كاينه لك ديالي كاينه قلنا الاثمنة ديالنا وشحال ياخذوا المواطن هاد السيده اللي هضرت في المعقول ولكن ديال الرومي حنا ما تيتسوقوا الناس شي حويجات تيقول لا زيدي واحد الدرهم ولا 30 ريال باش يزيدوا على مال الحوان اللي نعسل في ديورهم ولكن حنا والله ما نظلموهم كاين 10 درهم مكسيه حبه حبه 10 درهم اليوم والمكسيه نص نص 8 درهم والرومي 350 غياخذوا 390 340 والكرواسي شحال غياخذوا قول ريال عليهم قلنا شحال غياخذوا الكرواسي قلنا دوك الناس لانه تيزيدوا الاثمنه والله يوم القيامه ذاك اللي في الشارع ومشرد يوم القيامه يتخلص منك حتى تزيد عليك وتظلمه تلميسور الله يسهل عليك واخا قلنا الكرواسي شحال غياخذوا هذاك الشيء هذاك الشيء الله سبحانه وتعالى قاد به تذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين تذكروهم ما تنحكموش عليهم ولا تنفرضوا عليهم ولكن يدير في البال ديالو والله يوم القيامه يوقف عليه عند راسه انه حتى ظلمتي في حقه حتى ميسور وواحد السيد خدام ب 600 في النهار وتمشي تاخذ دجاج باش بغا وتاخذ شي حوايج باش ما عجبك وهو مسكين اللي يردو حنا ولكن تنقولوا داك الشيء اللي كاين كمل سمعتيني حنا بالنسبه لهذا خويا شحال تبيعوا البيبي هذا هو البيبي شحال تبيعوا دوري كاميرا يشوفوا الناس اه هو 430 400 وتجات واحد جا واحد يقول لي 400 سبحان الله 400 400 كاينه في السوق 430 420 كيلو يعني بنادم يجي يهز بيبي يختار ما بغا نوقفوا معاه نوقفوا معاه تيمشي والله اذا نضربوا معاه تماره خدموا معاه تيمشي بحالاته ولكن بالنسبه للاثمنه اللي تقولوا لهم ما تظلموش الناس في حقهم وتنقول مالي الفيلم تكون مالي الحمراء ولا مالي الرومي ولا مالي النلدان وردوا البال رزقهم وحدوا الناس ديالهم وردوا الرزق كل ياكل رزقه كل حق اللي حطاه ما نظلموش الناس وتخلصوا في ديالكم ولا تبقاش تطلقوا على الشفرات تشدوا في الطريطات شدوا تخلصوا في الشيكات ما تشدوش تخلص في الفلوس وحنا كاينين ولا يقول شي واحد حاجه من الاجل حنا راه الرمل اللي كانت تتبع نبيعوها انا ما عندناش مشكل في البعشه هذاك الشيء ديالنا اما بالنسبه باش ندوز نصوا على مال السابه راه والله ما نصوا وانا مالي الحمراء ومالي البيضاء انا في جنبكم تنموت والله ما نتازل والمواطن خوتي المغاربه والله اذا تكون مريض وتيجي عندي درجه تنصح راه كنت عيان دابا كنت مريض تنموت قلت سيرو غنركبو ولكن ملي جا الحلاوه الصحيت حد خوتي المغاربه دوك الدراويش الحمد لله دوك المساكن الحمد انا والله لا تنموت عليهم وتنبغيهم شرخه لحقاش انا مولي فين ما تيبغيش 350 325 320 تيخسر طالع عليه 19 تيتبع 19 وتتقمو الحانوت دير 490 قال لك ما نسحقوش في العظام تخلصوا منه وراه انا غنتخلص لكم هنا ولهي واش الله ما تيعلمش في القلوب وما تخفي الاعين وراه يعلم على الله شي حاجه مثلا راه عالم لي الله هذا غنكون انا تزت عارف اش غندير في الحياه ديالي وعارف اش غنظلم الناس ولا ما نظلمهمش والله اللي يهدي كل واحد الحمد لله اللي حط الله في هذا الدومين وحطنا الله نوصل خوتنا المغاربه وتقيم القيمه حجه على دوك الظالمين اللي باغيين يظلموا الناس ولا باغيين يتنصبوا ولا باغيين يخطفوا حنا معاكم في النضال تنطلبوا الله يحفظ مالكنا مالك المغرب تنطلبوا الله يحفظه ويعطيه الصحيحه ديالو والله الا تنطلبوا الله ضعيف الضعف ديالو رجع قوه ونطلبوا الله عز وجل يحفظه لينا كما حفظ الذكر الحكيم ومولي الحسن الله يحفظه ومولي رشيد لاله خديجه وصل العلوي اهل القصر حنا تنموت عليكم وتنموت على خوتنا المسلمين في اي ارض حنا والله الا تنموت على المسلمين في اي بلاد وتبغي اي مسلم شاف هذا الفيديو يدعي معاه ما باغي لا فلوس ما باغي والو فلوس عندي كل شيء عندي ما باغي لا فلوس لا والو ولكن النضال حنا فيه راه غير خدامين غادي نجيو نسخنوا ونطلعوا راه ما جايبين لا فلوس لا والو جايين نخدموا ونطلعوا بحال هذا باش ما طلعت عليه حنا راه 40 20 درهم قاداني وفي ثاني ما تمشي تدخل القهاوي الجامع ما تخلص فيه والو عند الجامع فابو الحمد لله كل شيء موجود شكرا العلوي الله يحفظه اللي يجي يوصل ورسالة الخدمه ديالو باش ادي ليكم وهذوك النصاب وراه جيت عندك حتى لهنا ورجعت النصاب اللي تيجي رجعت لواحد السيده تزورت معاها عاد جيت عندك عاوتاني ما تاخذوش معنا عندهم كلهم خذوا بعد 20 درهم 390 واللي قال لكم انت ما كاينش واحد المارشي ما تعرفش عندك كنقول كنقول الصح السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام اذا كان معنا السيد الرومي
بائع دجاج بجملة بسوق الدواجن بمدينة الدار البيضاء لقنا الأثمنة ديال الدجاج بمختلف الطيور بمختلف الأنواع ديالها. كاين اللي عيطلع كاين اللي عيطير اللي عيطيح الثمن الأثمنة شي طلع وشي هبط وغادي تدخلوا لهاد اللايف وغادي تعرفوا الأثمنة.